وعايز اشيد بحاجه يعني معلش، دار الاوبرا المصريه لما تقعد 30 سنه مميزه، يعني معناها ان كانوا بيديروها خلال 30 سنه كلهم مميزين. ده حقيقي، كلهم يعني كلهم اسماء جمال، مهمه جدا من اللي اداروا أنا الاوبرا. لو تسمحي لي اقول اسم اسم، يعني طبعا اول واحده كانت الدكتوره رتيبه الحفني، دي كانت فنانه كبيره جدا، مغنيه اوبرا شهيره جدا في الاوبرا. وبعدين يعني بس كان في قبلها برضو اسماء كتير، كان في الفنان سليمان نجيب. بس ده في الاوبرا القديمه، انا بتكلم على الاوبرا الجديده، على الاوبرا الحاليه. الجديده من اول سنه 88 كانت منحه من اليابان، صحيح كده؟ اللي فاتت يعني اتحرقت القديمه، القديمه اللي انشئت 1869 بمناسبه افتتاح قناه السويس، بعد افتتاح قناه السويس اللي الخديوي اسماعيل كان عايز يقدم فيها اوبرا عايده، وبعدين اتاجلت اوبرا عايده للسنه اللي بعدها، ودي اتقدمت اللي هي كانت في ميدان العتبه، ودي اتحرقت في سنه 71. الاوبرا الجديده اللي هي اللي احنا قاعدين فيها ديت تم انشائها بمنحه يابانيه، وتم افتتاحها في 10/10/1988. نبتدي بقى باللي قدروا الاوبرا الجديده. طبعا كانت اول واحده الدكتوره رتيبه الحفني، ودي كانت مغنيه اوبرا شهيره جدا طبعاً. في الاوبرا هنا بعديها جه الدكتور طارق علي حسن، وده كان طبيب وكان فنان موسيقي وحد كويس جدا. انا شخصيا يعني عملت عرض كان الموسيقى بتاعته هو، كان اسمه فنان والهام. بعد كده جه الدكتور نصر الانصاري، وكان حد عظيم جدا جدا جدا. بعد الدكتور نصر الانصاري جه الدكتور مصطفى ناجي، وده كان مايسترو وحد انا بحبه جدا وبقدره جدا، وكان موسيقي رائع يعني، وهو موهوب جدا. بعد كده هو جه الدكتور سمير فرج، اللي هو سمير فرج او الدكتور سمير فرج، وده من كلينه كل احترام وحب، لان برضك يعني عمل حاجات كويسه جدا في الاوبرا. بعد الدكتور سمير فرج جه طبعا الدكتور عبد المنعم كامل، وده كان استاذي، وانا طبعا ده مثل الاعلى وبحبه يعني يمكن اكتر من ابويا، يعني الصداقه والحب اللي بينا كان يعني كان ما كانش بيحسسني ان هو استاذي، لا كان بيحسسني ان هو زميلي يعني وصديقي يعني. بعد كده جت الدكتوره ايناس، اللي انا طبعا مش عايز اقول انا بحبها جدا طبعاً. جدا وبقدرها جدا، وهي طبعا حد من اللي عملوا للاوبرا جماهيريه كبيره جدا جدا جدا. يعني لو قلنا قبل الدكتوره ايناس ما تيجي رئيس الاوبرا، كان مثلا بيخش نسبه 70% الاوبرا، في وقت الدكتوره ايناس وصلوا 100 و100 وي ان الجماهيريه بقت الناس حابه الاوبرا، بقت الناس عايزه الاوبرا بالظبط كده. وبعدين ابتدت تعمل اعمال كبيره جدا وعظيمه جدا يشارك فيها كل الفرق اللي في الاوبرا، وادت قيمه واحترام لفرق الاوبرا والعاملين في الاوبرا. يعني بقى في وقت الدكتور انس اللي بيشتغل في الاوبرا كانه بيشتغل في اعظم الاماكن الوظيفيه اللي موجوده في الدوله، ودي حاجه مهمه جدا 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 وحاجه كويسه جدا. دكتور انس من انشط الرؤساء الاوبرا اللي جم. انا مش بقول ده علشان لا، دكتوره انس يعني زميله من واحنا اطفال، وبقول ده لان ده حقيقي، حد نشط جدا 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 يعني، ممكن ومبتكره، نشيطه ومبتكره بالظبط كده ومبدعه. بعد كده جيت انا طبعا بترشيح من الدكتوره انس، وانا بحس ان يعني ان الاوبرا دي بيتي، يعني بيتي اللي انا عشت فيه اكتر ما عشت فيه في الاكاديميه مثلا، استاذ في الاكاديميه الفنون، بس كنت هنا دايما على طول. الفن بردك والحياه العمليه بتبقى احسن من الحياه الاكاديميه من وجهه نظري، يعني فيها روح يعني بالزبط. طبعا انا حاسس ان انا ده بيتي، وكل اللي في الاوبرا من اصغر واحد لاكبر واحد عارفيني، وانا اعرفهم من وانا صغير، لان انا زي ما قلت لحضرتك كنت اول واحد دخلت على مسرح الاوبرا دوت. فانا اعرف كل الناس أكيد. وكل الناس عارفيني، وفي بيننا وبين بعضنا محبه وصداقه، زائد ان وجود برضك الدكتوره اناس كوزيره مساعدنا انا جدا، بمعنى انها يعني اي مشوره بروح لها بسالها. فحضرتك لو انا مثلا بفكر لوحدي، لا هي بتفكر معايا كمان، فالنجاح بيبقى اقوى، التوفيق بيبقى اقوى، لان هي يعني ايه بتعشق هذا المجال وبتعشق المكان دوت. فكل حاجة ببقى دايما بسألها، دايما معاها، دايما باخد رأيها في حاجات كتير قوي. طبعا بنعملها احنا كشيء روتيني، بس في بعض الحاجات بتبقى، في بعض المشاكل بتبقى محتاجة حد، يعني مشكلة زي مشكلة الكورونا مثلا، عملنا اجتماعات كتيرة مع بعضنا علشان نوصل للي احنا فيه دلوقتي. مهرجان موسيقى عربية قعدنا 4 أو 5 اجتماعات متواصلين بتاع
طب هنشتغل جوه ولا هنشتغل بره؟ وهي تقول رايها وانا اقول رايي، لحد ما في الاخر شجعتني قالت لي وصلت للنتيجه الجميله. نعمل مسرح بره. لو ما فيش حد يشجعك وما فيش حد يقف جنبك يعني هتلاقي ناس كتير قوي تخليك متردده، كان ممكن ما خرجش للنور المهرجان بالزبط. كله بالظبط. انا شخصيا كان في ناس بيقولوا لي نلغيه. ما هو كان تحدي طبعا. قعدنا لحد شهر 7 يعني شهر 8 شبه ان احنا هنلغي مهرجان موسيقى عربيه، انا يعني جوايا. بس لما رحت قعدت معاها واتكلمت معاها مع الدكتوره انياس، لا الموضوع في حد دعمك كده وواقف جنبك، يعني ربنا يديها الصحه. الدكتوره انياس حد غالي جدا، وانا قلت كده رؤساء الاوبرا اللي لحد دلوقتي الاوبرا لما تشوفيها بفضلهم الاوبرا جميله ده بجد بفضلهم.